بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله معنا مره اخرى في برنامجكم احاديث وعبر والذي نتناول فيه الاحاديث والحوادث النبويه نستفيد منها نستخلص منها العبره نتلمس الاحكام الفقهيه وما قاله الفقهاء في هذه الحوادث والقصص. اليوم ان شاء الله راح تكون حادثتنا حول مفهوم الاستعانه بالله تعالى. أه كان رجل من بني هاشم يقال له ركانه. وكان هذا ركانه من اشد الناس واقتل الناس، يعني كان قوي جدا وشديد البنيه. وكان مشركا. وكان يرعى غنم في وادي معروف يقال له اضم هذا الوادي. وكان هذا الوادي معروف له. حتى ان الناس يعني من شدته وقوته كانت الناس تخاف تهاب ان هي تمر في هذا الوادي من قوته وبأسه. فخرج النبي صلى الله عليه واله وسلم ذات يوم فتوجه قبل هذا الوادي فلقيه ركانه وليس مع النبي صلى الله عليه واله وسلم احد فقام له ركامه ركانه فقال يا محمد وهذا وكان لم يسلم بعد الى الان فقال له يا محمد انت الذي انت الذي تشتم الهتنا اللات والعزى وتدعو الى الهك العزيز الحميد الحكيم والله ولولا رحم بيني وبينك لانه ايضا كان من بني هاشم هذا كان يعني هذا الرجل من بني هاشم قال لولا ان هناك رحم بيني وبينك ما كلمتك الكلام يعني قتلتك مباشره ولكن ادعو إلهك العزيز ينجيك مني وأعرض عليك أمر قال على ما هو كان ركان هذا قوي شديد البنية فقال له أصارعك إحنا يعني نقول يعني تصارعني تطارح معي فإذا أنت صرعتني يقول ركان للنبي صلى الله عليه وسلم فلك عشر من غنمي هذه تختارها اي وحده فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم نعم اصارعك وكان النبي صلى الله عليه واله وسلم يعني ايضا الله سبحانه وتعالى اعطاه من من القوه ما لا اعطاه لغيره كما ايضا جاء في حديث اخر انه كان يوعك كرجلين منكم يعني شلون مرض كيف مرض رجلين كان ياتيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني شدته فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إن شئت أصارعك قال فاتخذ ودعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ركانة دعا ركانة اللات والعزة قال باللات والعزة أعني على محمد ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله العزيز الحكيم أن يعينني على ركانه فتصارعا فقام النبي صلى الله عليه واله وسلم فصارعه وقعد على صدره يعني كان وهذا الرجل لم يصرع قط يعني لم يحد العرب ان هذا الرجل قد صرع في مصارعه يعني ما في احد دخل معه في مصارعه وصرعه قال يا محمد يقول ركان والله ما وضع احد جنبي على الارض وما أنت الذي تصرعني يعني مو أنت اللي يصرعني فقال له تعيد الكرة مرة أخرى هذه أخذ أول شيء أخذ عشرة من غنمي تعيد الكرة مرة أخرى لأنه مو متصور كيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم صرعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس نعم أعيد الكرة فقال باللات والعزة أعني على محمد صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول بسم الله العزيز الحكيم أعني على ركانه فتصارع في المرة الثانية فغلبه فاشتاط غضبا فقال له الثالثة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم دعاه أيضا إلى الثالثة فاستجاب ونفس الشيء كان هذا يستعين بالله صلى الله عليه وآله وسلم يستعين بالله العزيز الحكيم وهذا وذاك الرجل يستعين باللات والعزى فالله عز وجل يعين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يعين ذلك قال فلما انتهى خلص يأس يا قال دونك ثلاثين شات خذ أي وحدة منهم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم والله لا أريد منك الثلاثين شات ولكني أريد أن, أن, أن تسلم أدعوك إلى الإسلام يا ركانة وأنفس بك أن تصير إلى النار يعني أنا ما بك تدخل أنت النار إنك إن تسلم تسلم فقال له ركانه لا لا أسلم إلا أن تريني آية أنا راح أسلم بس أريد منك أن تريني علامة طيب النبي صلى الله عليه وسلم في الوادي ما إيش يريك ماذا تريد يقول فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بشجرة قال لو ناديت لك الشجرة الآن وجات إلى عندك تسلم قال نادها وانا اسلم ف المولى عز وجل دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشجرة فانشقت نصفين فجاءت كل واحدة ب يعني أكمامها وشجرها وأوراقها تزحف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي معجزة من معجزاته فلما وصلت عنده قال ها يا وكان أسلم قال لا أسلم إلا أن تردها قال اردها فدعا الله عز وجل فقال لها ارجعي باذن الله فرجعت رجعت رجعت حتى التصقت الى مكانها فقال له اسلم يا ركانه فقال ركانه والله ما بي الا ان اكون رايت عظيما ما في شك ان اللي انا شفته امر عظيم ولكني اكره ان تتحدث النساء في المدينه وصبيانهم أني إنما جئت جئتك لرعب دخل قلبي شوفوا انظروا إلى صلابته وقوته ولكن قد علمت قد علمت أن هؤلاء الغنم لي فاختر قال ليس لي حاجة في غنمك وذهب عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما رجع إلى المدينة أبو بكر وعمر يعني استبطأ قال فينك أين أنت يا رسول الله قال والله وقع لي كذا وكذا قال وكيف غلبت ركانه كنا نتحاشى ان تذهب الى ذلك الوادي قال عصمني الله قال الله عز وجل والله يعصمك يعصمك من الناس هذا ركانه بعد ذلك اسلم وجاء الى النبي صلى الله عليه واله وسلم قال فاتيته بعد ذلك فاسلمت يعني هو كان يريد ان يسلم ليس من اجل انه صرع وغلب، لا كان يريد ان يذهب هو باختياره، انظروا الى عزه وانفه الانسان العربي، قال يريد ان يذهب هو باختياره وليس تحت ضغط او مثلا لانه صرع هو غلبه قال ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم لوحده راغب دون اي ضغط فاسلم، قال وكان مما هداني الله عز وجل اني علمت يقول انه لم يصرعني يومئذ بقوته ولم يصرعني يومئذ إلا بقوة الله سبحانه وتعالى يعني كان واثق مئة بالمئة أنه لما صرعني مو بقوته أنا أقوى منه ولكنه صرعني بقوة غيره وهو بقوة الله سبحانه وتعالى ولذلك أسلم نتوقف إن شاء الله لفاصل قصير ثم نستكمل أحكام الاستعانة بالله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله معنا مره اخرى نستكمل احكام الاستعانه بالله تعالى يقول الله سبحانه وتعالى في اول سوره في كتاب الله عز وجل وهي الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه الصورة نقرأها في كل يوم في كل صلاة خمس مرات في اليوم والليلة فإذا ما قلنا في الفجر ركعتان وفي الظهر أربع ست وفي العصر أربع عشر وفي المغرب ثلاث ثلاثة عشر وفي العشاء أربع سبعة عشر في الصلوات فقط المفروضة فإذا سبعة عشر مرة في الصلوات المفروضة فإذا ما أخذنا السنن القبلية والسنن البعدية تجاوزت الثلاثين ماذا نقول؟ نقول اياك نعبد واياك نستعين. وهذا معنى عظيم يريد ان يوصله المولى سبحانه وتعالى لنا اننا لا نستعين الا بالله سبحانه وتعالى. ما هي الاستعانه التي نتكلم عنها؟ الاستعانه هي اوسع معنى من الاستغاثه والالتجاء لان الاستعانه هو انصراف القلب بطلبه الى الله سبحانه وتعالى فانت لما تستعين بالله هو عباده قلبيه تبتدئ اولا من القلب انك ملتجئ الى الله سبحانه وتعالى انك لا تعتمد الا على الله انك لا تلتجئ الى الله انك لا تطلب الا من الله ولذلك الاستعانه انك تستعين بالله هو مقام عظيم رفيع من مقامات العبوديه لله سبحانه وتعالى يعني بعض الناس ربما يغيب عليه هذا المفهوم فيتعلق بالاسباب دون رب الاسباب سبحانه وتعالى وهذا ليس كمال الاستعانه مثلا احنا دائما نذهب كثيرا ما نذهب الى الطبيب اذا اصابنا مرض وهذا شان الانسان ليس عيبا ولا حراما الرسول صلى الله عليه واله وسلم يقول ما جعل الله من داء الا وجعل له دواء لما نذهب الى الطبيب على سبيل المثال نذكر وياخذ الانسان الدواء الذي وصف له من الطبيب يقول اي والله انا اخذت الدواء وشافاني او شفيته بسبب هذه الحقنه ولا اعطاني الطبيب هذا الدواء وشربته وشفيت الذي يتفكر في هذا الكلام يجد انه لا يكون الانسان القائل مستوعب ان الذي شاف هو الله وليس هذا الدواء الدواء ما هو الا سبب انت لما تطلب الاستعانه تطلبها من الله سبحانه وتعالى لما يتوجه قلبك وتنصرف إرادتك إن الله إلى أن الله هو المعين هو الكافي هو الشافي هو المعافي هو الرازق ولذلك يقول نعم توظف وأخذ رزقه من الوظ... لا الله سبحانه وتعالى هو الذي يسر لك هذه الوظيفة حتى تعمل فتحصل على وما الناس إلا أسباب ولكن رب السبب هو الذي أوجد هذه الأسباب سبحانه وتعالى إذا الذي نريد أن نقوله أن الاستعانة بالله والإعانة هو مقام رفيع من مقامات العبودية لله سبحانه وتعالى فمن اتكل, اتكل على الله واستعان بالله لا يحتاج إلى غيره من انصرف إلى الله سبحانه وتعالى لا ينصرف إلى غيره فأنت لما تطلب لا تطلب إلا من الله لا تسأل إلا الله سبحانه وتعالى ولذلك فالاستعانه هي عباره عن طلب العون من الله سبحانه وتعالى في امورك الكامله في امور الدنيا والاخره والتبرؤ من كل حول ومن كل قوه الا قوه الله سبحانه وتعالى ولذلك قال قال المولى سبحانه وتعالى فاعبده وتوكل عليه سبحانه وتعالى وقال واستعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ذات يوم موجها احد الصحابه الغلمان قال يا غلام وهو عبد الله بن عباس قال يا غلام وكان رادف خلفه فقال له اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا كلها على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهى الناس كلها لو اجتمعت على أن تنفعك لن تنفعك، الناس لو اجتمعت كلها على أن تضرك لن تضرك رفعت الاقلام وجفت الصحف ولذلك اذا طلبت فاطلب من الله اذا سالت فاسال من الله اذا استعنت فاستعن بالله وهذه حقيقه الاستعانه وقال ربكم ادعوني استجب لكم لا تدعوا غيره وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الاستعانه طلب العون من الله سبحانه وتعالى ماذا تعني الاستعانه؟ الاستعانه تعني الثقه بالله سبحانه لما تثق بالله حق الثقه تستعين به لا تستعين بغيره الاستعانه تعني الاعتماد عليه كما قال الله سبحانه وتعالى اني توكلت على الله هو حسبي عليه توكلت ولذلك الانبياء كلهم قالوا قل ما اسالكم عليه اجرا الانبياء كلهم لما ياتون في دعواتهم قل ما اسالكم عليه اجرا لانهم لا ينتظرون الا من الله الاجر والثواب لا يسالون الا من الله المعونه والهدايه فاذا الاستعانه هي الثقه بالله الاستعانه هي التوكل الاعتماد على الله سبحانه وتعالى متى تتحقق الاستعانه؟ تتحقق الاستعانه بامور نذكر منها اولاها التجاء القلب كله الى الله سبحانه وتعالى ان يلتجئ القلب الى الله عز وجل وان والايمان بان لان الايمان يزيد وينقص يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه و يعتقد الانسان اعتقادا جازما ان الله سبحانه وتعالى هو مدبر هذا الكون سبحانه هو خالق هذا الكون هو منشئ هذا الكون سبحانه وتعالى ما شاء الله هو الذي يكون وما لم يشأ لا يكون سبحانه وتعالى الله عز وجل سميع الله عز وجل قريب الله عز وجل مجيب ولذلك هذا كله يعين على تحقيق الاستعانه توقف ان شاء الله لفاصل قصير ثم نستكمل باقي احكام الاستعانه بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله معنا مره اخرى قبل الفاصل وقفنا عند كيف تتحقق الاستعانه؟ ذكرنا الاولى الالتجاء بالقلب الى الله. النقطه الثانيه بذل الاسباب التي هدى الله سبحانه وتعالى اليها فيبذل الانسان كل ما من شانه ان يصل الى الاستعانه وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فالعبد يحتاج الى الاستعانه بالله سبحانه وتعالى. اذا احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. الاستعانه قد تكون لله خالصه سبحانه وتعالى وهذه افضل الانواع واكملها واحبها الى الله سبحانه وتعالى ان تستعين بالله على طاعته. وكان مما ارشد النبي صلى الله عليه واله وسلم معاذ عندما قال له لا تدعن دبر كل صلاه ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فانت افضل انواع الاستعانه انك انت تطلبها من الله سبحانه وتعالى وهذه اكملها واحبها. اعني يا رب على ذكرك اعني على شكرك، على عبادتك، على تحقيق مقصودك، ولكن هناك استعانه بالبشر لتحقيق مطالب دنيويه، وهذا هو النوع الاخر، الاستعانه بالبشر على تحقيق المطالب الدنيويه لم يختلف الفقهاء في جوازها. وهذا شأن الإنسان وكذلك جعلنا بعضكم لبعض سخرية ليتخذ بعضكم بعضا سخرية يعني الإنسان يسخر للإنسان الآخر فهذا يعين هذا وهذا يخدم هذا وهذه حياة البشر حتى تتكامل الحياة ولكن إذا طلبت فاعلم أن الله عز وجل فوق هذا وذاك لا تعتقد بالسبب أنه هو الذي حقق لك المقصود والمراد وإنما اعتقد أن الله عز وجل هو الذي هيأ لك هذا السبب فإذا شكرت فاشكر الله عز وجل على ان سخر لك ذلك السبب حتى تكمل العباده ويكون الانسان منسجم في قلبه وجوارحه ان الله سبحانه وتعالى هو الذي اعانه هو الذي اعطى هو الذي منح هو الذي رزقه وهذا كمال الاستعانه كذلك آه الاستعانه يحتاجها الانسان حتى يفعل المامورات التي امر الله سبحانه وتعالى بها الاستعانه تحتاجها حتى تنتهي عن المحظورات التي حضرها الله عز وجل عليك والنبي صلى الله عليه واله وسلم الاستعانه تحتاجها حتى تصبر على البلاء والمشاق والمتاعب التي تحدث لك في هذه الحياه الدنيا مر الرسول صلى الله عليه واله وسلم على امراه على قبر وهي تبكي وكان ابنها قد توفي وكانت تبكي بكاء شديدا على ذلك الولد فجاء اليها النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال لها يا امة الله اتق الله واصبري يريد ان يذكرها واستعينوا بالصبر والصلاه الله عز وجل يقول الاستعانة تكون بالله عز وجل من خلال الصبر واستعينوا بالصبر والصلاة قال لها يا أمة الله اتق الله واصبري فقالت لإليك لا عني إنك لا تدري ما أصابني أنا مفجوع على موت ابني ولم تعرف أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم ذهب عنها فأخبرت بأن هذا الذي رددته هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذهبت إليه تعتذر يعني ما كنت عرفت ولا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى الإنسان إذا أراد أن يصبر يصبر عند الصدمة الأولى هنا في ذلك الموقف هنا يحتاج الإنسان إلى الاستعانة بالله سبحانه وتعالى ولذلك إذا قال الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون عند البلاء وعند الشدة وعند المصائب عوضه الله سبحانه وتعالى بخير من بخير من لماذا؟ لانه لما نظر الى هذا الابتلاء نظره بانه ابتلاء من الله وانه من الله سبحانه وتعالى فلما التجا من الى الله عز وجل ولما استعان بالله سبحانه وتعالى صرف عنه البلاء وابدل مكانه خير وجزاء ولذلك يجب على الانسان المسلم ان يثق ثقه كامله مطلقه ان اي بلاء ياتيه اما ان يعوضه الله سبحانه وتعالى اذا استعان ونوى به خيرا اما ان يعوضه خيرا في الاخره فيجازيه في واما ان يصرف عنه به سوء. واما ان يعني الله سبحانه وتعالى يكشف به ضره وكربه. فاذا الاستعانه بالله عز وجل مقصد من المقاصد الشرعيه. ثم بعد ذلك نتكلم عن الاستعانه بالصلاه. واستعينوا بالصبر والصلاه. النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا حزبه امر اذا اشتدت عليه المصائب وضاق به الحال كان يلتجئ الى الصلاه، كان النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا حزبه الامر التجا الى الصلاه وقال ارحنا بها يا بلال. كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يستعين بالله عز وجل، يستعين بالعباده على طاعه الله سبحانه وتعالى، يستعين بالعباده على مجابهه ومقابله مصائب الدنيا ومتاعبها. الانسان يستعين بالله عز وجل عند حلول الفتن واختلاط الأمور كما قال الله سبحانه وتعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين الاستعانة بالصلاة بالله عز وجل من خلال الصلاة مغفرة للذنوب يقول الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات الاستعانة بالصلاة على أداء شكر الله عز وجل كما جاء في سورة الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر وهذا أيضا من باب الاستعانة بالله سبحانه وتعالى الاستعانة بالصلاة لما يستقبله العبد من الأهوال والكروب يوم القيامة يقول الله عز وجل في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ولما ذكر النبي صلى الله عليه واله وسلم السبع الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله قال ورجل قلبه معلق في المساجد وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة فإذا الاستعانة بالله عز وجل الاستعانة بالصلاة تحقق هذا الأمر كله ثم بعد ذلك الاستعانة لها ثمرات أولى ثمرات الاستعانة بالله عز وجل طمأنينة النفس وهذا احنا اليوم نشاهده أن الإنسان المستعين بالله الواثق بالله المتكل على الله سبحانه وتعالى وبالله تجد نفسه مطمئنة ما يجزع سبحان الله لا لا يجزع من نقص الرزق الذي يأتيه لا يجزع من تأخر أمر طلبه لا يزع من شيء، من ثمراتها ايضا حصول البركه، من ثمراتها التوفيق في العمل، نسال الله عز وجل ان يجعلنا من الذين استعانوا به والذين تمسكوا بهديه، نسال الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بما سمعنا، وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، الى ان نلتقي ان شاء الله في الحلقه القادمه، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Oh,